السلام عليكم خوتي. بالنسبه اخويا، الا كان كيطردق لك الفيكسيبل في الدار ديما، كيطردق لك واخا كتكون ماركه مزيانه، او الا كان عندك مشكل ديال التيوات كيتفرقعوا لك، ما عرفتيش شنو المشكل عندك اخويا. واخا كتجيب يعني مثلا فيكسيبل دوري يجي شي حاجه مزيانه، كيطردق لك. المشكل عندك اخويا في البريسيون، كاين هذا ريديكسيون ديال البريسيون، انت اخويا كيخدم يعني الماكس ديال 25 بار، يعني كيشد لك من واحد حتى 6 بار، كي اجيستي لك ان دومي دو بوس هنايا، يعني 3 بار كيخدم في حراره ديال 100 درجه. وهذا هو الشكل ديالو هنايا، كي داير شي هاو كيبان لك هنايا شي لونطري، يعني من هنايا كدير كدير مثلا حدا المكانه ديال الماء مثلا ديال اليديك ولا ديال الريدال، كتدخل من هنا وكيخرج من هنايا ديال ان دومي، وكاين 3/4. وعاد كاين هنا هاد البلاصه كيركب فيها واحد المكانه ديال ديال بريسيون، كتعطيك زعما العبار ما طرحش لي في بالي، المهم نتذكر ان شاء الله. وهذا كتريقل به شتي، ها هو هنا كيعطيك زائد وناقص، كتقاد بحال هكا، وهذا كتفراني، هاد اللعيبه كتفراني ملي كتقاد البريسيون اللي خاصها تكون، كيكون عندك هنا واحد المكانه كتقد البريسيون خصها تكون صافي، كتفراني بحال هكا. تحياتي والسلام عليكم.